اهلا وسهلا مشاهداتي الراقيات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون الفال ديالك هذا يسمره بصفه خاصه ومدققه. غادي ندير لكم السمره مع الابيض قراءتين، والسمره مع الحنطي قراءتين، السمره مع الابيض قراءتين. ان شاء الله تستفدوا على هذا الفال، ان شاء الله تلقوا اجوبه على الاسئله اللي نتوما داخلين تطرحوها. رجاء واحد لايك كفتوح، وحتى ان طاقه الفال تجي معكم او تستفدوا منها اكثر. شكرا بزاف للتعاليق ديالكم، وندوزو للفال، وان شاء الله فالكم فال خير، وان شاء الله فالكم فال ايجابي، وانتي وحظك مع الفال. غادي نشوفوا السمراء مع الابيض. كان زوج، كان حبيب، كان شخص نتيا شك انه كيبغيك. فالفال للجميع، متزوجة مطلقة أرملة عزيبة، كان عندك حبيب أو ما كانش عندك حبيب. المرأة المطلقة والأرملة لما كنقول واللي كتسأل على الحبيب فكتنطبق عليك. لما كنقول حاجات جديدة بالنسبة اللي ما عندهاش حبيب، فكنتي عازبة، كنتي أرملة مطلقة ما عندكش حبيب، الفال راه كينطبق عليك، راه عليك كنهضر. على العموم اللي ما عندهاش حياه عاطفيه فكتستافدي من الامور الاخرى اللي كتجي في الفال. واذا كانت شي حاجه جديده راني كنقولها وكنعاود نقولها، الفال هو عام ليس بقراءه خاصه لك انت. فكل وحده وكيفاش غادي تستافد، كاين اللي ما غاديش تستافد من ولا شيء، وكاين اللي كتستافد من كل شيء. يعني بحال الفال كيكون جاي ليها هي بالضبط، حيت هذا ماشي فال خاص على الاسم ديالك وعلى الاسم ديال الام ديالك. اوكي، فان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي. هذه انت يا السمراء، وهذا الحظ ديالك مع الرجل الابيض. قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك هنا على الرجل السمر، واخا انت جايه تشوفي على الابيض، البعض فيكم قلبها وحامله هم ديال الرجل الاسمر. غادي تكوني كتفكري هنا في الناس اللي تابعينك، في العين، في الحسد، في التابعه، في البلوكات اللي عندك بخصوص الحياه الماليه ديالك. غادي ياتيك الله هنا بالمعزه والمحبه ديال الشخص اللي هو حنطي وهو من العائله. ايوا شوفي انت علاش جيتي، شوفي وشوفي شنو خرج لك. وكاينه هنا شي وحده فيكم اللي جايه تسالي على هذا الابيض هذا، وطالعين لك هنا جوج ديال الرجال يعني يتخاصموا عليك. واحد كيقول الاخر انا اللي غادي ناخذها. وشوفي انت دابا جيتي تشوفي على الابيض، راه كاين فيكم اللي عندها راجل اسمر وراجل حنطي يتخاطفوا عليك، وكاين اللي هي واخا جايه تشوف على الابيض عندها حبيب اسمر باغياه غير على فلوسه، وكاين اللي عندها رجل حنطي كيسعدها بالحب، بالكلمات الغراميه، بالرومانسيه ديالو. اوكي، هنا انت كنشوف وقف لك علام الفرح عند الراس، يعني اللي هي هضرات مع الابيض بخصوص الزواج، فالزواج ديالك قريب جدا، خصوصا هنا مع الرجل اللي مطلق وعنده ولاد، وكذلك الرجل اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده، زواجك معاه قريب جدا، فرحتك قريبه. بالنسبه للاخريات كنشوف هذا الابيض هذا كيفكر فيك بزاف على نجوم الليل، باغي الرجوع. حتى الاهل ديالو اللي كانوا مسببين لك مشاكل وكانوا كيديروا اسحار، بحال لا غادي تفكي منهم هذه الايام، او غادي يبعدوا على الطريق ديالك. تنقول لك هذا الابيض هذا مشتاق لك، مشتاق للعلاقه الحميميه، مشتاق للحب، للغراميات. فقط هنا اللي هي كتسال على الحمل مع الابيض، فعندك بلوك في الحمل، والسبب كنشوفو على الرجل ديالك ماشي عليك، والله اعلم.
كنشوف بالنسبة لك هاد الأبيض هذا إلا كان مهاجر أو هاجر البيت ديالو هذا الزوج ديالك، فراه كيفكر باش يعاود يدخل للعتبة، أو حتى إلا كان مع مرأة أخرى، فواخا كاين مع مرأة أخرى أو هاد الطرف الثالث كيخدم معاها أو عنده معاها مصلحة أو كتاخد منه فلوس، ولكني ما يقدرش يستغنى عليك، يعني يرجع للدار يرجع للدار. اوكي، بالنسبة للعمل عندك في العمل اشياء اللي هي رائعة، بعد ما كان عندك مشاكل عندك بلوكات فكنشوف كي زهرة محظوظة من ناحية العمل، وعندك اشياء جديدة في العمل، وكاين اللي عندها عمل حر مع انسانة غادي تكوني ناجحة في العمل معاها. كاين هنا شي انسانة اللي هي كبيرة منك في السن او هي عندها مركز كبير، تقدر تكون هذه الشيف ديالك او مديره ديالك، فغادي تقول لك كلام اللي ما غادش يعجبك، او بحال انت طالبه منها مساعده وواقفه لك بلوك بينك وبين هذا الشيء هذا، او انت طالبه شي حاجه بخصوص عقار وهاد الانسانه مبلوكيه لك هذا الشيء هذا في هذه الايام. انتبهي من العين، من الحسد، لا من النساء ولا من الرجال على حياتك العاطفيه. اوكي، هذوك البنات اللي انت عندك اكثر من حبيب، عندك هذا الابيض وعندك ام لا اله الا الله، عندك الحنطي وعندك السمر، ما تنقولكش هاد الناس خايبين او ما باغينكش، لا، تيبانوا لي حتى هاد الجوج هادو اللي طالعين لك في الحظ ديالك كيبانوا لي ناس اللي هما باغينك ديال المعقول وتستفدي منهم، وحتى انت كتبان لي تتلاعبين بعواطف الاخرين، فكنشوف كي السمره شي شويه بحال كتبغي غير تستفدي ماديا، تلاعبي بالمشاعر ديال الرجال هاد الايام هادي. فكان هذا الفال الاول، وغادي نشوف لكم الفال الثاني. هذا الفال ديالك السمراء مع الرجل الابيض، الفال ديال السمراء مع الرجل الابيض، ان شاء الله خير، ان شاء الله الفال ايجابي. هذيك اللي كنتي كتعرفي راجل حنطي قبل هذا الابيض هذا، فمازال غادي يتصل بك، مازال كاين الرجوع معاه او باغي يرجع لك هذا الحنطي هذا. وحتى اللي عندها سمر وكان بيناتكم شويه مشكل او ما كنتوش كتفاهموا، فكنشوف حتى هو كيفكر، يعني ماشي كنشوف رجوع ولكني مازال كيبغيك ومازال كيفكر فيك ومازال ناوي على الرجوع، يعني كتجي في باله دائما على نجوم الليل. بالنسبه للابيض اللي جايه انت دخلي تشوفي من اجله، فهاد الابيض هذا مازال البعض فيكم كاين لقاء وجها لوجه معاه، عندكم هنا حاجات غادي ديروها انت وياه، حاجات غادي تخدموا عليها بجوج او غادي تصيبوها بجوج وغادي تزهروا عليها، عندك حاجات جديده مع هذا الانسان الابيض كيفكر فيك على نجوم الليل، اموركم جيده، غادي يكون عندكم تقارب في الافكار، تفاهم، لقاءات لبعض فيكم، غادي يكون عندك لقاء مع هذا الشخص هذا، عندك خروجه معاه، عندك اشياء جديده، غادي تسمعي حاجات زوينه من عند هذا الابيض. قبيله قلنا كاين البعض فيكم اللي الابيض عنده مشكل او عنده عقم او ما كتجيبيش معاه ولاد، ولكن الا كان هذا الانسان كيتعالج يعني العلاج راه مازال غادي يجيب الفائده. البعض فيكم هنا غادي يكون عندها زواج ولكني ماشي مع الابيض، هذيك اللي عندك حبيب اسمر، اللي عندك حبيب اسمر وعندك هذا الحبيب الابيض بجوج كتهضري معاهم بجوج، فمازال غادي يكون عندك الزواج مع الاسمر ماشي مع الابيض. وكاين هنا البعض فيكم اللي غادي تجيها اللي ما عندهاش حبيب، كاين عندك فرصه، يعني كاين شي حد اللي غادي يطلبك للزواج او شي حد اللي غادي يهضر معاك في علاقه رسميه. بالنسبه للمغتربات انتبهوا، انتبهوا بزاف، عليكم السحر، عليكم عارض، عندكم مشاكل شويه مع الام ديالكم او مع الحماه ديالكم او مع انسانه كبيره في السن، فالمغتربات شويه عندكم مشاكل هذه الايام هذه. الاخريات اللي في الوطن ديالهم الا كنتوا باغيين سفر او هجره فموقفه لكم هذه الايام، يعني ما عندكمش عليها خير. كاين البعض فيكم عندهم ذبيحه في العتبه، يعني ممكن تكون ذبيحه ديال عقيقه، ديال طهور، ديال عقد قران، صدقه، فهي ذبيحه كاينه في العتبه. وكنقول البعض فيكم اللي كتنتظر خبر او رد على رساله خاصه بسكن او خاصه بعقار، فمازال غادي يوصلكم هذا الخبر وغادي يعجبكم. بالنسبه للعمل كنشوف امور ديالكم عاديه، حتى اللي كانت كتنتظر مثلا سلفه عن طريق العمل مازال غادي تكون عندك، او مثلا كنتي كتطلبي
زياده في الاجر، فمازال غادي يكون عندك هذا الشيء هذا. فكان هذا الفال ديالك يا السمراء مع الابيض. ما تنساوليش لايك وتعليقات ديالكم، شكرا لكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا على هذا الفال هذا. وغادي نشوف دابا السمراء مع الحنطي. غادي تكوني انت هادي السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الحنطي. انت متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك وانت وحدك مع الفال. واحد لايك كافتو حتى تمشي معكم الطاقه ديال هذا الفال هذا وتستفدوا منه. الفال ديال السمراء مع الرجل الحنطي. انتبهوا على الحياه العاطفيه ديالكم، الاغلبيه فيكم عندهم تبعه، عندهم عين، حسد، مشاكل عاطفيه. انت والحبيبه وانت والزوج ديالك غادي تكونوا كتهضروا بزاف على الصرف او على الاموال، وغادي يوقع بيناتكم خلافات. وكاين البعض فيكم اللي غادي تكوني كتهضري مع الحبيب او مع الزوج ديالك بخصوص عمل، بخصوص مشروع، بخصوص ادارات، غادي تكونوا كتهضروا في هذا الشيء هذا، كل ما يخص الادارات ولا العمل، فعندك فيه اخبار اللي غادي تسرك. كنشوفك هنا غادي تظهري مع البنت البيضاء، فعندك معها اشياء اللي هي زوينه او اشياء غادي يكون عندها عندكم عليها ربح. وكنشوفك انت كتفكري بزاف في السفر، فكاين اللي كتنتظر خبر من البلاد البعيده او من المدينه البعيده، فمازال غادي تسمعي هذا الخبر خاص بهذا الحبيب او بالزوج ديالك. يعني كان الزوج ديالك او الحبيب ديالك كاين في بلاد بعيده او كاين في مدينه بعيده، وهو كيشتغل على امور خاصه بك وبه. غادي يجيك منه خبر على ان الامور اللي كيصيبها او اللي هو كيقوم بها، يمكن امور اللي هي اداريه عمليه خاصه بمحامي، فالخبر اللي غادي يوصلك غادي يعجبك. كنشوف هذا الحنطي هذا نيتو صافيه هذه الايام، كيشوف لك انت اللي شي شويه كتكوني يعني غافله عليه او مشغوله بامور اخرى، اما هو نيتو صافيه. كيشوف لك بالحاجه الثقيله، الا كنتي مخصمه معاه كيشوف للرجوع. كنشوف حتى الامور اللي كانت عنده فيها مشاكل او البلوكات اللي كان عنده خارجين، حتى الا كان مريض او نفسيته تعبانه، فهاد الايام كيتماثل للشفاء. وكنشوف انا العتبه ديالكم فيها لمه، فيها وليمه، فيها سهره، داخل لكم ارزاق مشتركه العتبه ديالكم، وكذلك داخل لكم هنا ضيوف. كنشوف كذلك هنا انتبهوا بزاف للحياه العاطفيه ديالكم او الزوجيه، لان متبوعات بزاف، عين حسد تابعه بزاف. فهذا اللي بان في هذا الفال الاول، وغادي نشوف لكم الفال الثاني. هذه انت يا السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الحنطي. هذه السمراء والحظ ديالها مع الرجل الحنطي، ان شاء الله فالكم خير وفالكم ايجابي. انتي مثلا اللي جايه تشوفي على هذا الحنطي وعندك حبيب ابيض وباغيه الزواج معاه، فهو باغي الزواج ولكن الاهل ديالو ما باغينش، معترضين على هذا الزواج هذا. انا كنعاودها، انتي جايه تشوفي على الحنطي ولكن عندك حبيب اخر اللي هو ابيض، هو باغي الزواج ولكن الاهل ديالو اللي مبلوكين عليكم هذا الزواج. غادي يوقع بينك وبين هذا الابيض شويه خلاف، شويه نقاشات، ولكن من بعد عاود غادي يتصل بك وغادي يتصالح معك هذا الابيض هذا. وكاين حتى اللي عندها هنا الابيض اللي في البلاد البعيده او اجنبي مازال غادي يتصل بك. بالنسبه للحنطي اللي انتي داخله تشوفي عليه، كاين البعض فيكم
اللي كانت بيناتكم طاقة سلبية أو كان بيناتكم سحر تفريق، فكأن الأمر هذا كيزول ومازال غادي ترجع بيناتكم الحياة أحسن. مازال غادي تظهري معاه هذا الحنطي باغي معاك الاستمرارية، ممكن تظهري معاه على بيع بيت أو شراء بيت أو رهن أو كراء بيت جديد. فعندك أمور خاصة بالعقارات مع هذا الحنطي رائعة. إذا كان الحنطي في البلاد الغربة أو هو أجنبي، فمازال كيفكر فيك ومازال في الخط ديالك، ومازال يا إما أنت غادي تمشي لعنده أو هو غادي يلتحق بك. كنشوف هنا الأمور البعض فيكم عندها أمور عاطفية وعملية متشابكين مع بعض أو مترابطين مع بعض، أو أنت كتنتظري يعني حتى يجيك عمل أو حتى أنك تمضي عقد عمل عاد أنك تفكري في العاطفة، ولا العاطفة ديالك كترتبط بالعمل، الله أعلم. العين والحسد ضربكم بالمزيان، فعين وحسد على بيت الفراش ديالكم قوية. بالنسبة اللي كتسأل هي والحبيب ديالها أو الخطيب ديالها أو الزوج ديالها أوراق مشتركة بيناتكم، فمازال غادي تظهروا على هذا الأمر. هذا كاين البعض فيكم هنا اللي غادي يجيها عرض زواج من إنسان أسمر مطلق وعنده ولاد، كأن هنا صديقة أو وحدة من المعارف غادي تهضر لك بهذا الخصوص هذا. فكان هذا الفال ديالك يا السمراء مع الحنطي، وغادي نشوفوا السمراء مع الأبيض. السمراء مع الأسمر، هادي انت يا السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل السمر، كان زوج كان حبيب كان شخص انت حطاه في بالك. الفال ليك، السمراء مع الاسمر، هاد الاسمر هذا طالع عليه القنديشه للراس، معصب مقلق ما عاجبو حال، ولكن ملي كيشوف لك الحظ ديالك يعني راه مهتم بك باغي معاك حاجات ايجابيه، كيفكر في السفر او غادي يكون عنده سفر. كتباني ليه انت بحال انسانه متكبره وما كتعطيهش وقت، وانت في القرار نفسك باغيه لقاء معاه باغيه تكوني معاه، ولكني ما كتبدلي حتى شي مجهود. بحال كتبيني له انه انسان تافه، انه انسان يعني على جنب، يعني كتبغيه غير في اوقات الفراغ ديالك، يعني ما كتبينيلوش بان هو واحد الانسان اللي كيهمك في الحياه ديالك، انه انسان اللي باغياه في الحياه ديالك. بحال كتشوفيه هو كيشوفك واخداه بحال لعبه بحال تسليه، يعني باغيه غير لاوقات ظرفيه. اما هذا الاسمر فكنقول لك غادي يكون شويه معصب، سريع انفعال، مقندش، غادي يكون عنده سفر، مهتم بشي حاجه عنده على البلاد البعيده او عنده سفر. هذا الانسان كيكون هذه الايام متردد بزاف وغادي يكون حائر او ما عارف شنو غادي يدير. كنشوف كذلك هنا البعض فيكم هذا الانسان مازال كيفكر انك تكوني شريكة الحياة ديالو او تكوني معاه، ولكن ماشي دابا، يعني لواحد الفترة زمنية مقبلة. كاين البعض فيكم هنا اللي كتشوف للراجل الابيض وكتفكري في الراجل الابيض او هذا الحبيب ديالك او كتفكري في هذا الشخص هذا، كنقول لك هذا ممكن يتواصل معك يعني هاتفيا، يعني يهضر معك، خصوصا هذا الا كان اجنبي او في البلاد البعيدة. هذا الابيض هذا الحبيب الثاني ديالك اللي هو ابيض ممكن يهضر معك تسامري معاه، ما كنشوفش شي حاجة اللي هي يعني جديه ولا شي حاجه اللي هي تستافدي منها، ولكن اللي هضره وكلام كاين مع الابيض اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده. وكاين اللي عندها ابيض يشتغل في مصلحه حكوميه او كيلبس لباس خاص، هذا الانسان هذا شويه اناني، كيبغي راسو، كيفكر فيك، كيبغي يهضر معاك، ولكن ما كيبغيش يتلاقى معاك وجها لوجه، يعني حتى هو باغي غير راسو او باغي غير يستافد منك هذا الانسان هذا، ما منوش. اوكي، وكاين كذلك اللي عندها شخص اللي هو حنطي. هذا الحنطي هذا الا كان عندك حبيب ثاني، انت هذيك اللي جايه تشوفي على الاسمر، فخليك من هذاك الاسمر. الا عندك حبيب حنطي خليك مع الحنطي، كيحماق عليك، كيموت عليك، كيبغيك. اوكي، ولكن هذا الحنطي هذا كاين الناس اللي تبعاه بالاسحار،
فالحنطي انسان اللي هو رائع وحب حقيقي. كنشوف كذلك هنا البعض فيكم كتفكر في ارزاق او في رزقه كبيره او في حاجه ماديه كبيره كتفكري فيها، بحال كتقولي فوقتاش تكون عندي، فقريبا غادي تكون عندك هذا الشيء هذا، ولكن الفلك يقول لك ما غاديش تاخديها بصفه نهائيه، كان هذه الحاجه الكبيره اللي انت باغياها غادي تحصلي عليها، ولكن غادي تبقاي بحال متبوعه انك تعطي الثمن ديالها، يعني بحال نقولوا شراء هذا الشيء او هذا الشيء اللي غادي يوصلك غادي تبقاي متبوعه انك تعطي فلوس على هذه الحاجه لواحد المده عاد تصبح ملك خاص ديالك. فكان هذا الفال الاول ديالك يا السمراء مع الرجل الاسمر، وغادي نعاود نشوف لك الفال الثاني. الفال ديال السمراء مع الرجل الاسمر، اشوف يا لاله مولاتي انت ديك اللي عندك الحبيب اخر حنطي خليك معاه الزواج حسن من السمر. انا تنقول هنا اللي عندها حبيب اخر حنطي، فالحنطي اسرع بالزواج. بالنسبه للمتزوجات هنا، فالزوج ديالك واخا يكون كيبغيك، الحب كاين من هذا الاسمر هذا اللي هو الزوج ديالك، ولكن شويه هاد الايام غتكون عينو زايغه، كاينه انسانه هنا اللي غادي تدخل للعتبه، ضيفه او انسانه غادي تكون جديده داخله للعتبه، فعينيه غادي تكون مايله ليها، واخا هي ماشي من النوع اللي يبغي يسرق منك الزوج ديالك، ولكني حظي معاه راه يقدر يفلت هذا الزوج ديالك، غادي يكون كيفرفر واخا يكون كيبغيك، عينيه غادي تزيغ على هاد الانسانه هذه. وبالنسبه لهذا الحبيب ديالها وانت كديري ليه طاقات روحانيه، فمازال غادي يرجع لك هاد الاسمر هذا. كنشوفك هنا الا باغيه ديري طاقات روحانيه هاد الايام فغادي تجي معاك بالمزيان، عندك امور اداريه خاصه بالبيت بالسكن بالبيع بالشراء بالكراء ايش او بمحل تجاري او بعمل حر باغيه ديريه، فغادي تزهري عليه وغادي تكوني سعيده بهذا الشيء. وكذلك عندكم هنا اشياء بخصوص العمل غادي تزهروا عليها وغادي تفرحوا عليها، كاين هنا يمكن عندكم عمل اضافي وغادي تقضوا عليه اجر اللي هو كبير، او جايكم اجر اللي هو كبير في العمل ديالكم، او عندكم نجاح او نصره في عمل، حظوظ خاصه حتى بالعمل بالنسبه اللي كتقلب على عمل، فهاد الايام راكي غتكوني محظوظه في كل ما يخص العمل. اوكي، فالاسمر هنا كنشوفو كيبغيك اكثر مما كتبغيه، البعض فيكم كاين الاسمر اللي كيبغيك اكثر مما انت كتبغيه، وكاين هنا كذلك اللي رجل بيض عندك، هنا رجل بيض طايح لك في بيت الفراش ديالك، فهنا كاين البعض فيكم اللي ما عندهاش حبيب غادي يدخل انسان بيض مزوج عنده ولاد مطلق او ما مطلقش الله اعلم، فمازال غادي يدخل في الحياه ديالك هذا الانسان، غادي يعجبك غادي يكون سخي غادي يكون طيب معاك هذا الانسان هذا. هذا الشيء اللي بان، فهذا ما بان يا السمراء. فعلى العموم هذوك اللي كتسولوا وكتقولوا سعديه هذاك الاسمر واش كيبغيني ولا لا، الحب نسبه الحب كاينه واخا هو زايغ وكيتبع البنات، ولكني الحب ليك. اوكي، فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه السعاده وطول العمر، تهلاو في راسكم استمتعوا بالحياه، ما تخدموش الاخرين على مصلحه نفسكم، ما تنساونيش من لايك، دعموا القناه حتى نعطيكم اكثر، وانا كنعطي اكثر واكثر دائما طبعا، ولكني لا 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 اتلقى منكم تشجيعات ولا مشاركه، رابط القناه على الفيسبوك على الانستغرام على سناب شات على الواتساب اللي شويه البنات كيشتركوا رابط القناه. كنشكركم بزاف، تهلاو في راسكم، ما تنساونيش من التعاليق، وحنا السمرة شكرا لكم، كنبغيكم.